شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الطبي الإفريقي الأول، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والسيد لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هارفي جيمس أولتر الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، والدكتور كوستانتينو شوينغا نائب رئيس دولة زيمبابوي ووزير الصحة، ومعالي السيدة حنيفة كواويا بانجرانا وزيرة الدولة للصحة الأوغندية، وعدد من الشخصيات الهامة. حيث استمع سيادته لجلستين حول أطر دفع التعاون الطبي بالقارة الإفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني الأول أبدأ بأن أنا رحب بكل المشاركين وبالجهد الكبير اللي اتعمل حتى الآن في إخراج المؤتمر بالشكل ده. أنا عايز أقول أفريقيا 65% من سكانها شباب، ويمكن أكتر من كده. أفريقيا قادرة، أفريقيا قادرة، وإذا كان في تحدي إحنا قادرين معا بإخلاص إن إحنا نتجاوزه. المستقبل لإفريقيا، يمكن الناس ما تشوفش ده. وهنا اسمحوا لي إن أنا بتواضع أعلن مبادرة، يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، وأرجو أن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي. هذا وعقب انتهاء الجلسة افتتح سيادته المعرض الطبي الإفريقي الأول. سيادتك، في الافتتاح كان التكليف واضح ان الدواء اللاجئ اللي يخرج من المدينه يكون على اعلى درجات من الكفاءه ويضاهي الدواء المستورد من ارقى الدول في العالم. وبناء على هذا الاساس يا فندم اشتغلنا على محاور كثيره جدا، منها الاستخدام التكنولوجي العالي في العمليات التصنيعيه، طبقنا الجي ام بي ستاندرد، طبقنا معايير الجوده العالميه تبع منظمه الصحه العالميه والاتحاد الاوروبي، وكنا برضو استثمرنا فندم في معامل الرقابة والبحث والتطوير وفي الكوادر البشرية طبعا اهتمينا بها جدا. والهدف الثاني كان هو ان احنا نبقى منطقة جذب ومنطقة مركز اقليمي للتعاون مع شركات العالمية، وكنا يا فندم بنحرص جدا ان احنا ننتقي الشركات فعلا اللي هي حريصة وكبيرة في مجالها. يمكن زي ما سيادتك شايف احنا نجحنا ان احنا نتعاون مع شركة روشي، اكبر شركة بايوتكنولوجي في العالم في الابتكار وفي الاستثمار. شركة اوتسوكا فندم اليابانية هي اكبر شركة يابانية في العالم في مجال المحاليل الطبية، والاول مرة سيادتك يمكن هنا اللوجو ده باين، سمحوا ان احنا نحط اوتسوكا جبتوا مع بعض، الاسمين يبقوا مع بعض في منتج هيطرح، وده طبعا يعكس يعني ثقة المجموعة اليابانية في المدينة. وبرضه بنتعاون مع شركة ساندوز في الأورام التقليدية، فحريصين جدا يا فندم على هذا التعاون اللي في الآخر يعني بيصب لمصلحة المريض اللي هو يعني يستحق كل أنواع أفضل العلاجات الدوائية، سواء بالنسبة لمستحضرات جيبتو أو بالنسبة للتعاون مع شركات العالمية. واسمح لي سيادتك يا فندم، كان في رسالة من رئيس الشركة أوتسوكا في اليابان ممثلها الدكتور أحمد زغلول بيرسل رسالة من الشركة باليابان بخصوص التعاون مع جيبتو. بداية يا فندم أشكر سيادتك لتشريفك لينا، ونيابة عن الشركة العالمية الأوتسوكا كامل الإمداد لشركة جيبتو. والحمد لله فندم، إن شاء الله هنطلق المنتجات بالجودة اليابانية مطابقة للسوق الياباني، للسوق المصري والسوق الأفريقي. شكرا يا فندم. سيادتك بعد إذنك، تم تخصيص 75,000 متر نصنع مواد خام في منطقة صناعية في قناة السويس. واحنا فندم مجموعة من 16 شركة بيغذوا احتياجات البلد، احنا دراع البلد طبعا. واحنا يعني والله وفي وقت الازمات وفي وقت اي حاجة احنا اللي بنغطي، وعندنا 13,500 عامل وبننتج فوق 1,000 صنف ب
بنبيع بحوالي يعني 12 مليار، فاحنا فندم شركة وطنية داعمة وكله بنفس وب يعني توجيه حضرتك. والله يا فندم شرف لينا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع زملائي بشركة فايلر بايبر مصر قناص، بنحب نرحب بحضرتك ومعالي السادة الوزراء وضيوف الكرام، ونشكر فخامتك أولا على تشريف حضرتك لينا، وثانيا على استضافة ورعاية هذا المؤتمر الهام في نسخته الأولى، واللي بيأتي لكي يكمل ويتكامل مع باقي المؤتمرات الإقليمية والتي تهتم وتعتني بمستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا والعالم العربي. سعداء وفخورين سعادتك واحنا بنتكلم دلوقتي ان اكتر من 85% من مستحضرات فايزر في مصر اللي بتخدم ملايين المرضى هنا كلها متوطنة مصنعة محلية. بتتوافق رؤيتنا مع رؤية مصر 2030 واللي بترتكز على محاور التعليم والصحة والابتكار والمعرفة، وثلاث محاور رئيسية مع دعم المبادرات الرئاسية للصحة، ثانيا التعاون المشترك مع الهيئات الصحية اللي انشئت حديثا، وثالثا المحور الثالث المهم وهو الكلينيكال والساينتيفيك ريسيرش وتوطين الصناعة. اخيرا بنحب نشارك مع حضرتك خبر سعيد النهاردة بخصوص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، ان شاء الله باذن الله بصدد توقيع مذكرة تفاهم لتعاون مشترك بين شركة فايزر والحكومة المصرية خلال الايام القليلة القادمة، وان شاء الله تتضمن حزمة من الاستثمارات المحتملة لشركة فايزر هيتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث في إمكانية توطين ونقل أحدث التكنولوجيا المتخصصة في إنتاج واحد من أهم المستحضرات البيولوجية لفايزر في مصر. وفي حال تمكننا إن شاء الله من تنفيذ هذه الاتفاقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها لمصر، حتكون مصر من أول بلد على مستوى الشرق الأوسط وخامس بلد على مستوى العالم بعد روسيا والأرجنتين وتركيا وساوث أفريقيا. والله الموفق إن شاء الله. شكرا. شكرا. بنرحب بتشريف سيادتك يا فندم في شركة جريفوز ايجيبت لمشتقات البلازما، وهي المسؤولة عن المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وهي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بالشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفوز الإسبانية الرائدة في هذا المجال. المشروع يا فندم كان حلم للدولة المصرية وحلم شخصي لسيادتك من سنين، وبفضل توجيهات ودعم سيادتك المستمر الحلم ده أصبح واقع. إن شاء الله هقدم إنشاء المصنع، هيتم في سنتين والتشغيل هتاخد سنة، يبقى 3 سنين كله هيبقى المصنع منتج إن شاء الله. هذا ترسيم من ما اتكلمنا مش كده؟ إن شاء الله. مش كده؟ إن شاء الله. شكرا جزيلا. Thank you very much. نشكر تشريف حضرتك لينا للأول مؤتمر الأفريقي للرعاية الصحية. الحقيقة والله يا فندم ده كان حلم، قد إيه كنا فرحانين وقد إيه كنا مبسوطين، لأنه مصر تستحق أنها تكون مركز لأفريقيا، ونتيجة لكده إحنا سيمنز مسؤولين عن مصر وأفريكا، وفي نفس الوقت مركزين لأنه فعلا القارة الأفريقية محتاجة أن إحنا نديها رعاية أكتر، لأنه من حق كل مواطن أنه يحصل على أعلى درجة من الرعاية الصحية في كل مكان لأي واحد. ونتيجة لكده احنا بنتكلم كتير قوي 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 على التحول الرقمي وعلى الذكاء الاصطناعي، وكمان بنعمل منتجات مخصوصة عشان الاحتياج ده، وده اكبر دليل. الجهاز اللي احنا عارضينه ده جهاز رنين مغناطيسي، لحضرتك تعرفوا الرنين المغناطيسي بيحتاج كميات كبيرة جدا من الهيليوم، اكتر من 2000 لتر، ده احنا بنستخدم تقريبا فيه كوباية هيليوم بس، والتكنولوجي دي بتمكننا ان احنا نقدر نركبه في اماكن بعيدة، نقدر نوصله بطريقة ديجيتال، مش محتاجين انه يبقى فيه تواجد سواء من ناحية دكاترة او من ناحية فنيين او من ناحية مهندسين، لان احنا ممكن نتواصل المركز، الجهاز ممكن يبقى في الخرطوم واحنا نقدر نشغله من مصر، ممكن حتى لو حصلت فيه مشكلة فنية نقدر نعمله من هنا، وفي نفس الوقت ما بيحتاجش الكميات الكبيرة من الهيليوم اللي احنا بيساعدنا ان احنا نحافظ على البيئة ونحافظ على المناخ، وده يتماشى مع توجه الدولة والاستراتيجية بتاع الدولة 2030 لان احنا نحافظ على البيئة من الانبعاثات الحرارية. فتكنولوجي مخصوصة للأماكن البعيدة، لأنه إيماننا بحق كل مواطن أنه هو ياخد أحسن رعاية صحية، بالإضافة أن احنا بنؤمن، وده تركيز من سعادتك ودايما توجيهات سعادتك، أنه التعليم والبحث العلمي وتطوير الدكاترة والمهندسين والفنيين من الحاجات القوية جدا 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 اللي خلانا احنا الحمد لله عندنا سيمنز أكاديمي للتدريب، وعملنا الحمد لله دورات تدريبية سواء لوزارة الصحة أو للجامعات أو لجهات حكومية مختلفة، وإن شاء الله
من المكان ده من الحدث ده احنا بنعلن لحضرتك انه في خطة لان احنا ننشئ فرع تاني للأكاديمية أكاديمية سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة لتخدم مصر وأفريقيا، ومش كمان تخدم بس الجانب التعليمي أو البحث العلمي، كمان تساعد على التشغيل، لأن أنا هشغل الأجهزة من هنا وأقدر أن أنا موجود في القاهرة أشغل أجهزة في أسوان أو أشغل أجهزة في أي مكان في أفريقيا بأقل تكلفة. وده بيساعدنا لأنه إحنا في عجز في عدد الدكاترة وفي الفنيين وفي التشغيل. فإحنا بنشكر سعادتك بجد، وشرف شرف لينا كبير جدا يا فندم والله. شكرا يا فندم. شكرا. طبعا بسيادتك فندم، ده نموذج اللي موجود في النهاردة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللي احنا ربطناها مع سلاح الإشارة ومربوطة في محافظة الإسماعيلية وبورسعيد وكل المحافظات اللي قدرت فيها عملية التأمين الصحي الشامل. نقدر ان احنا نشوف عربيات الاسعاف المنتشره في نطاق المحافظه، وتقدر من خلال الشبكه الوطنيه ان احنا نتواصل مع العربيه ونقدر نوجهها بشكل مباشر ليه عشان تعمل اي تعامل. بالنسبه لغرف العمليات ايضا مربوطه بالشبكه الوطنيه هنا في غرفه عمليات القاهره والاسماعيليه وبورسعيد، نقدر ان احنا في خلال ان المسعف هو قاعد بيشوف الحاله معاه جهاز ثابت بيقدر ان هو ينقل العلامات الحيويه ويقدر ينقل تشخيص الحاله بحيث ان المستشفى في الحاله اللي هو رايح لها تكون مستعده قبل ما يتحرك بكل الادويه اللي المريض اخذها او كل حالته، بحيث ان يبقى فيه الاخصائي موجود اذا كان حصل على ادويه معينه يبقى في تواصل مباشر ولايف. كل حاجه بيغيرها المسعف من اثناء تواجده مع المريض داخليا. عربيه الاسعاف طبعا مجهزه باجهزه تنفس صناعي كانها غرفه عمليات مترقبه. احنا جبنا فند منهم 1000 عربيه سيادتك زدت تعليمات بيهم لمنظومه حياه كريمه. السلام ب 600 عربيه وباقي 400 عربيه ان شاء الله في الاستضافه حضرتك تشوفها. يسرنا حقيقة نحن في المعرض الأردني بنقل تحيات جلالة مولاي المعظم عبد الله الثاني بن الحسين والحكومة الأردنية والشعب الأردني لفخامتك وأيضا الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق. ونحن في هذا المعرض حقيقة نمثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونتكل بشكل كبير جدا على العلاقات الثنائية مع مصر الحبيبة والعلاقة مع جلال سيدنا بتعزيز أطر التعاون للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي أنشئت بغرض الرقابة النوعية على الغذاء والدواء. ونفخر جميعا في الأردن بتزايد حقيقة أعداد الأدوية المسجلة لدينا في الأردن وبنوعية الأغذية المتأتية من مصر الحبيبة إلى الأردن، طبعا لتطبيق المعايير الدولية والمتميزة، وكذلك دائرة المشتريات الحكومية واللي قائمة حقيقة على الإشراف بشراء جميع احتياجات المملكة الأردنية من المشتريات، ولدينا الكثير من البضائع المصرية في السوق الأردني. أيضا هنالك هيئة تنشيط السياحة، لدينا العديد من الأماكن السياحية التي نسعى إلى أيضا إيجاد أطر تعاون ما بين الأردن وما بين جمهورية مصر العربية بزيادة التكامل ما بين الصناعة الدوائية والغذائية والصناعية وكل أوجه التعاون إن شاء الله مع بوجودكم طبعا وبظل قيادتكم الحكيمة. شكرا. الحقيقة فندم حضرتك عودتنا نتكلم دايما بأرقام وحقائق، فالأجهزة الطبية من شركة جنرال إلكتريك موجودة في مصر من أكثر من 40 سنة، حاليا بنخدم أكثر من 2000 منشأة طبية في مصر بحوالي 13500 جهاز راكب في جميع أنحاء الجمهورية. بجانب شغلنا في مصر احنا دايما بنكون طموحين وغيورين على دور مصر القيادي في إدارة الأعمال في المنطقة مش بس عشان مصر. والحقيقة خطوات الإصلاح الاقتصادي الطموح لحضرتك أطلقتها بالإضافة للاستقرار اللي متحقق رغم التحديات العالمية خلى جنرال إلكتريك النهاردة مسؤولية مباشرة في مصر عن البلاد المحيطة زي ليبيا أو السودان، بالإضافة لنمو حجمنا لأكثر من 213 موظف منهم حوالي 70 موظف مصريين في مصر بيخدموا أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وكمان أوروبا، بالإضافة لمركز إقليمي لقطع الغيار استراتيجي في مصر هنا، واحد من مراكز جنرال إلكتريك الاستراتيجية لتوفير قطع الغيار للمنطقة كلها في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية. الحقيقة أنا أستغل الفرصة بتشريف سيادتك لينا وقيمة النسخة الأولى من مؤتمر أفريكا هيلث إكسكون، لأن أقول لحضرتك زي ما احنا تعاوننا في مبادرة سيادتك لصحة المرأة عن طريق التعاون مع أكبر مركز أورام عالمي في فرنسا
لصحة المرأة لإنشاء مركز متكامل لصحة المرأة في مكان واحد في أرض مصر جاري إنشاؤه حاليا. إحنا حاليا شغالين على سرطان البروستاتا، وده موضوع الحقيقة فيه تحديات على عدة محاور. أولها أن المريض ما بيلجأش للفحص نتيجة أنه بيرانه فحص محرج، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة لزمن الفحص اللي قد يصل إلى 50 دقيقة أو ساعة، فده بيمنع إطلاق برنامج قومي لفحص أعداد كبيرة. الحقيقة من هذا المؤتمر وفي مصر بتشريف سيادتك، إحنا شركة جنرال إلكتريك بنطلق لأول مرة تكنولوجيا جديدة باستخدام الذكاء الصناعي على أجهزة الرنين المغناطيسي لفحص البروستاتا، فحص ظاهري من فوق بطن العيان في زمن أقل تقريبا للثلث من زمن الفحص الطبيعي، وبدقة عالية تتماشى مع تقييمات بايراد الأورام العالمية. فده بيخلينا نقدر لأول مرة في مصر عالميا كأول دولة في العالم تطلق برنامج قومي لفحص سرطان البروستاتا مبكرا، وده يعلي نسب النجاة لأكثر من 50% الموجودة حاليا. بالإضافة أن سرطان البروستاتا لو تم اكتشافه مبكرا بيكون العلاج يرجع المريض يعيش حالته الطبيعية بطريقة طبيعية تماما، فنقدر نكرر النجاح اللي سيادتك وضعت به مصر. هي حاليا التكلفة في أكثر من 30 جهاز رنين مغناطيسي موجودين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ممكن نعمل لهم تطوير وتحديث لإطلاق التكنولوجيا دي كمرحلة أولى، مش محتاجين نشتري أجهزة تانية دلوقتي. فالتكلفة هتبقى تكلفة بسيطة جدا يا فندم كومبيرد لأن أنا أشتري أجهزة جديدة من أول وجديد. إحنا جاهزين؟ إحنا مستعدين؟ مستعدين يا فندم. وإحنا مستعدين لل 30 جهاز على الأقل. شكرا يا فندم. شرفت سيادتك يا فندم. أرجو إن أنت تتوسعوا في مصر. أكيد يا فندم. صحيح. أكيد. إحنا مستعدين نقدم أي دعم. حضرتك احنا كاشخاص مصريين في اماكن قياديه في الشركات العالميه، احنا دايما بنطمح لان مصر يبقى ليها مكانه اقليميه وعالميه في اداره الاعمال في المنطقه كلها. واحنا مستعدين لده. شكرا يا فندم. كل الدعم. شكرا. ثانك يو.